بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك والمجلس العلمي من برنامجكم يستفتونك، الذي يسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية وعرضها على نخبة من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. في مطلع هذا اللقاء المبارك مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نرحب بضيفه معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، أحييك تحية مباركة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا هداة مهتدين. كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يوفقهم على تعاونهم مع إخوانهم. كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله المستعان. اللهم امين. نسعد ايها الكرام بتلقي اسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعيه عبر هواتف البرنامج التي ستظهر الان في هذه الشاشه المباركه، والبدايه مع اسماء من السعوديه. السلام عليكم، تفضلي اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي. طيب يا اخي، اتصلت معكم امس وسالت ان كشف الكفين في الصلاه وجوب رجال الاذان. نعم. الشيخ جزاه الله خير رد علي من ناحيه كشف الوجه، انا الحمد لله ما اجد اي حال في تقطيع الوجه. اللي يظهر مني فقط عند الصلاه بوجود الجنب والكفين. اي طيب. العبايه طويله وتستر القدمين والوجه مغطى فقط الكفين. طيب طيب. ابغى اسال انا الان، هل الصلاه في هذه الحال تعتبر صحيحه ام لا؟ في حال اي نعم، في حال كشف الكفين امام الرجال الاجانب، يعني في الحرم المكي وغيره. نعم. طيب طيب. اي واضح، شكرا جزيلا اختي اسماء. الله يعطيك العافيه. شيخنا احسن الله عليكم، لعلك استمعت الى سؤال الاخت اسماء، تقول ما حكم كشف الكفين بالنسبه للمراه امام الرجال الاجانب في الصلاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك ان شاء الله تعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق، أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سؤال الأخت عن ما يتعلق بستر العورة في الصلاة، وستر العورة والمرأة، كل الذي عليه جمع من أهل العلم والذي عليه الفتوى والعمل على أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فمعنى كلها يعني يديها ورجليها، كل هذا في الواقع يعتبر من العورة فضلا عن سائر بدنها. وبناء على هذا، كون انها في الواقع يعني تسأل الآن هل اليدين الكفين القدمين هل هما من العورة او لا، الذي عليه جمع من اهل العلم على ان المرأة كلها عورة الا وجهها في الصلاة، واستثناء وجهها بشرط أن لا يكون أمامها عندها أجانب، فإذا كان عندها أجانب فكلها عورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويوفق أختنا السائلة لما فيه الخير والصلاح، وكونها جزاه الله خير يكون عندها مزيد من الاهتمام بصلاتها وبأداء جميع ما يتعلق بصلاتها من أحكام من شروط وأركان وواجبات. ولا شك أن من الشروط ستر العورة، فإذا الأخت جزاها الله خير اهتمامها بستر عورتها
هو جزء من اهتمامها بالصلاة. إذن شيخ الكريم نفهم من إجابتكم المباركة أن المرأة يجب عليها أن تستر كفيها حتى لو كانت لوحدها. نعم ينبغي لها. المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. جميل. وإذا كان لديها أجانب فكلها عورة. ومن المعلوم بعض الناس يظن أن الأجانب هم الأجانب، مثلا الناس ما هم سعوديين ولا شيء من هذا ولا كذا. لا، الأجنبي هو الذي يحل له أن يتزوجها. هذا هو الأجنبي، هو الذي يحل له. يعني ابن عمها أجنبي. صحيح. ابن عمها، ولد عمها أجنبي. يحل لا يحل له أن يتزوجها؟ بلى. إذن على كل حال لابد أن نعرف من هو الأجنبي. بعض الناس يظن أن الأجنبي اللي ما هو يعني من دير ثانية ولا كذا ولا ما يعرف. الله يسلمكم معالي شيخنا الكريم. ما يتعلق شيخ الكريم، يعني دعنا نفصل أيضا في حال كشف الوجه أمام الرجال الأجانب، هل هذا يتعلق بحكم شرعي مستقل أم أنه امتداد لأحكام الصلاة صلى الله عليكم؟ لا، بل على كل حال هو أول ما هنا معروف بأن المرأة كلها عورة. نعم. أمام الأجانب كلها عورة. وفي الصلاة كلها عورة إلا وجهها. أقصد لو كشفت وجهها أمام الرجال الأجانب هل تبطل صلاتها في حال كشف الوجه أمام الرجال الأجانب؟ ليس الوجه من العورة، من العورة التي يشترط للمرأة المصلية أن تستره. جميل. لكن ينبغي لها أن تغطي وجهها أمام الأجانب. الله. ولكن لو صلت ووجهها مكشوف فعلى كل حال أول ما هنا صلاتها صحيحة، ولا يقال بأن جزءا من عورتها في الصلاة يعني معرات. فعلى كل هذا، وفي نفس الأمر على كل حال تأثم حينما تكشف جزءا من عورتها أمام الرجال. الله يحسن إليكم. معالي الشيخ سعد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. لا تفضلك، أحبك الله يا شيخ طال عمرك. الله يحفظك ويجزاك خير. فضيلة الشيخ. نعم. ما معنى اليقين لا يزول بالشك؟ طيب. وهل هذا المعنى ينطبق على من أصابه وسواس بلفظ الطلاق؟ طيب شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية أخوي سعد. نايف من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك، تفضل. الله يعافيك. سؤال طال عمرك، هل النذر أن يطعم أبناء من نذرة الذين يكونون خارج بيته؟ طيب وهم بحاجة، يعني فقراء، يعني بحاجة. طيب يعني. أبشر. طيب الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. الشيخ الكريم الأخ سعد من السعودية يسأل، يقول يريد أن توضح هذه العبارة التي ربما أنها دائما موجودة في الصناعة الفقهية، ما يتعلق بأن اليقين لا يزول بالشك، وهل ينطبق ذلك على من يعاني من الوسواس فيما يتعلق بقضايا الطلاق؟ أولا من المعلوم بأن اليقين لا يمكن أن يقابل الشك. فالشك هو مجال التردد وعدم الجزم على الحقيقة الواقعة، وأما اليقين فهو مثل الشمس في السماء. الله. الشمس في السماء يقين. فمثلا الآن اليقين الآن حينما يقول والله كذلك فيما يتعلق بشكه، يقول والله إني ما أدري هوني أنا طلقت ولا ما طلقت، أنا أمشي والله إني ما أدري وأنا أفكر إني أطلق لكني ما أدري هل طلقت أو ما طلقت. الآن كلمة هل طلقت أو ما طلقت أليس شك؟ بلى. صحيح. العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته يقين ولا شك؟ طبعا يقين. يقين. نعم صحيح. يقين. فإذا اليقين لا يزيله الشك. جميل. فهذا معنى أن اليقين لا يزال بالشك. فاليقين يقين والشك تردد، فإذا الشك يطرح ويبقى اليقين.
الله يسلمكم شيخ الكريم. ومن أصيب بالوسواس في ألفاظ الطلاق؟ من أصيب على كل حال الحمد لله الأخ الكريم سعد السائل جزاه الله خير هو في الواقع يستطيع لعل عنده وسواس مع الأسف الشديد لكن نسأل الله أن يسلمه منه لأن الوسواس مرض. وفي نفس الأمر هو الآن سأل وقال هل اليقين يزول بالشك؟ الآن سمع الكلام فرق بين اليقين والشك. الشك هو التردد في سلامة وصدق الحقيقة نفسها، وأما اليقين فهو الجازم على اعتبار أن اليقين واقع حقيقة. فأعطيت مثالا فيما يتعلق بالطلاق، وفي نفس الأمر فيما يتعلق كذلك نفس الآن في الصلاة ممكن وهو يصلي المصلي يصلي ولكنه حينما قام للركعة الثالثة شك هل هي الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، فاليقين أنها فالشك أنها الرابعة واليقين أنه لم يصلي الرابعة إلى الآن. فإذا يبني على اليقين. جميل. فاليقين هو هذا. فهذا كذلك نوع. والحاصل أنه فيه مسائل كثيرة جدا ممكن أن تشمل هذه القاعدة في أن اليقين في أن الشك لا يزول باليقين. أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. أم محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. أسأل قصيدة الشيخ دائما يعني عندنا أهل البدع الشباب البلدين عندهم كثير في السودان، يعني وأنا لما أسافر السودان بنسمع كثير في موضوع الابتداع والتصوف كده، فأنا درست في الجامعة لكن ما وصلت يعني إني أكون عالم أغنيهم كده، وأخاف من المراء، فمتى يكون نقاشهم مراء ومتى يكون حقيقة يعني. طيب شكرا جزيلا لك يا أختي. أم ريم من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. عندي سؤال عن كفارتين. نعم معك مريم، تفضلي. أقول عندي سؤال عن كفارتين، عندي كفارة وأعطيتها أكثر من عشرة مناتي وأعطيتهم 20 كيلو رز، هل يمكن أم لا؟ فقط رز. فقط رز يعني أعطيتيهم. يعني 20 مسكين وزعتي. أيوة. كفارة يمين. هي كفارة يمين. لكن هي أم ريما كفارة يمين. طيب تسمعيني إن شاء الله جيب. تفضلي. لو تعيدين العبارة الأخيرة. طيب شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. شيخنا الكريم، نعود لسؤال الأخ نايف من السعودية، يقول بالنسبة للناذر إذا نذر أن يذبح ذبيحة مثلا أو يخرج طعام، فهل يجوز لأبنائه الذين هم بحاجة وخارج السكن لا يسكنوا مع هذا الناذر، هل يجوز له أن يعطيهم من هذه الذبيحة وهذا اللحم؟ والله هذا في الواقع راجع إلى نوعية نذره. فإن كان أنه نذر للفقراء أن يذبح ذبيحة للفقراء فيجب عليه أن يصرفها للفقراء ولا يصرفها لأولاده، لأن الزكاة ونحوها هذه في الواقع لا يمكن لا تصرف لا لأصول المزكي ولا لفروعه. فإذا على كل حال إذا كان نذرها للفقراء فينبغي أن يخصها للفقراء
ولا يقسم على أحد من أقاربه، وإنما إذا كانت وإنما إذا إذا كانت يعني هي ليست على يعني هي على كل حال يعني ليست مخصوصة لفقراء، وإنما هو كأن يكون والله قال علي لله أن أذبح ذبيحة، أن أذبح ناقة، أن أذبح بقرة، أن أذبح ما أذبح، أن أذبحها لله تقربا إلى الله، فهذه يجوز له أن يصرف، أن يأكل بعضها وأن يهدي بعضها وأن يتصدق على الفقراء والمساكين بعضها، لا بأس بذلك، لأنه لم يعين مصرفها، وإذا لم يعين مصرفها فإذا الذبح والقصد من ذبحها هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دمها تعظيما لله سبحانه وتعالى. واللحم يوزع على من يراه من على كل حال أهله وأولاده وأقاربه وجيرانه والفقراء والمساكين إلى آخره. نعم. أم محمد من السعودية شيخنا الكريم تقول أنها تدرس في الجامعة، وأن في بلادها بعض المبتدعة الذين ينشرون البدع والخرافات ويزاولونها كذلك، وأنها تناقشهم في بعض المرات، فهل يعد هذا من المراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا الواقع أنا الحقيقة مسرور جدا من هذه الأخت التي تسأل عن البدع ومحاولة التعرف عليها، فالبدع في الواقع على كل حال يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وشي محدثات الأمور؟ البدع. البدع والمحدثات والخرافات ونحو ذلك، وإياكم محدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن البدع: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الذي عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه سنة ولا بدعة؟ سنة. سنة. إذن ينبأ الأخت الله يجزاها خير الله ويكثر من أمثالها ممن يترسمون ويتبعون السنن ويبتعدون عن البدع. لعل على كل أنا مسرور جدا أني أسمع من يسأل عن البدعة، لأنها مع الأسف الشديد البدع في الواقع شوهت الدين تشويها بالغا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. بقينا في الآن سؤال الأخت، تقول طيب أنا الآن الحقيقة أرى بأن البدع أخطر ما يكون على عقيدة المسلم، وهذا صحيح، فما هي البدع؟ ما هي كيف أعرف البدع؟ والحقيقة أن السؤال هذا سؤال جيد. كيف تعرف البدع؟ هي تعرف البدع إذا كان أولا الحمد لله نحن الآن الله سبحانه وتعالى من علينا بكتاب عزيز حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلى كل حال فكتاب الله والحمد لله لم يتغير منذ أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا وإلى إن شاء الله تعالى قيام الساعة، لا يتغير، ولم يتغير منه حرف واحد، وهو الحمد لله كتاب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلينا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا شككنا في أمور يدعى إليها ولكننا لا ندري هل هي بدعة ولا سنة وكان عندنا شيء من الجهل، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيمكن الواحد يجهل صحيح، لكن إذا شك
فيذهب عند فيه طلبة علم، فيه علماء، فيه على كل حال يعني الناس والحمد لله عندهم من البيان والهدى والتوعية والتعليم الشيء الكثير. فيمكن في الواقع على كل حال أن الذي يشك ما يشك يرجع إلى طلبة العلم الذين يثق فيهم بعد، ما يرجع إلى طلبة علم على كل حال يعني مع الأسف الشديد عندهم من البدع ومن على كل حال يعني المنكرات وشيء من هذا ما عندهم. لا، ينبغي أن أول ما هنا يسأل من يسأل، من هو الذي يسأله حقيقة، ثم بعد ذلك يطمئن إلى سؤاله ويقول والله أنا على كل حال لا أعرف البدع، ولكني على كل حال حريص على اتباع السنة والتمسك بها، والآن أنا هذا العمل هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، هل هو مستند على كتاب على شيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. ينبغي أن يكون على كل حال بهذه الطريقة يستطيع الإنسان أن يجد ولله الحمد السلامة والاتجاه والمسلك والصراط المستقيم يجده عند أهل العلم والحمد لله. والله سبحانه وتعالى يسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، وما يتعلق شيخنا الكريم بالنقاش مع أصحاب البدع وأقناعهم بأن ما هم عليه هو خطأ، هل يعد من المراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما يعد، لا يعد إن شاء الله تعالى من بيان الحق. الله أكبر. بيان الحق هذا 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 حينما يأتي من يقول لا هذا من باب المراء، هذا من باب الجدال، هذا من باب كذا، هذه ما في الواقع إلا وساوس ونفثات شيطان. سبحان الله العظيم، واحد يبين الحق والاستقامة والاتجاه السليم والصراط المستقيم ومع ذلك يقال ما يقال بأن هذا قد يكون هذا من الجدال، قد يكون هذا من الشقاق، قد يكون هذا من على كل حال يعني التحدث بما فيه التشوف إلى الغلب ونحو ذلك. لا لا، ما ينبغي هذا، هذا كله ما هي إلا همسات شيطان. فينبغي لنا أن نكون مع الحق ومع بيان الحق. غير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. السلام عليكم يا شيخنا الكريم. أبو لقمان من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو لقمان. أنا أسأل، عندي سؤالان. نعم، الأول. السؤال الأول ما يتعلق بجمع صلاة الجمعة مع العصر بالمساء. طيب، الثاني. السؤال الثاني، رمي الجماع قبل الزواج أيام التشريق. أي يوم من أيام التشريق؟ الأيام الثلاثة. أي طيب، أبشر، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. عبد العزيز من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي الكريم. عندي سؤال. الأول. هل يجوز أن نسجد الحجاج في نفس الثقافة رغم بول من يعني؟ طيب، السؤال الثاني. هل العزم على الصلاة دون الترقص يقع الصلاة؟ طيب طيب، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. أم محمد من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التوقيت الشتاء في الشهادات يعني أنت الجواب في الشتاء الجواب هل يسأل أنت عليه يعني في ضبط الشتاء يعني يتبع المدة أخذ قدمي يتبع أرجع مثل الجواب وأنت عليه كذا يعني أنا أروح لكن في ضبط الشتاء طيب ابشري. السؤال الثاني. اربع ركعات قبل العصر. طيب، قبل العصر. السؤال الثالث. الجواب ماذا؟ اي نعم. طيب. طيب طيب، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه اختي. امت الله من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله، تفضلي. ربنا يبارك فيك يا رب. انا عايز اسال بس على الايه الكريمه اللي بتقول لو لمست النساء معنى لمست النساء ايه، عايز اعرف بس معناها. طيب طيب، شكرا جزيلا لك يا اختي امت الله.
محمد من السعودية، السلام عليكم. أخي محمد تفضل. عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، عندي مثلا عن حكمة تغيير المصلى بعد الأصوات السنة، يعني غير كما بعد الأصوات الفرض. طيب. غير مكانه، إيش الحكمة منها؟ طيب طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي والد توفى الله يرحمه، وكان أوصى بوصية أخواني كلهم في رمضان يذبحوا يعني صدق عنه. نعم. فما أدري الآن الأخوان وضعهم بعضهم عشرين، فما أدري إن يكون واجب أو إيش الحل. طيب عفوا، هو هل ورث تركة؟ لا ما ورث تركة. وأوصى وصية، يعني أنتم تدفعون من مالكم الخاص؟ نعم نعم. طيب شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية ورحم الله والدكم، حياكم الله معالي شيخنا من جديد. شيخنا أحسن الله عليكم، الأخت أم ريم من السعودية تقول أنها تريد أن تخرج كفارة عن يمين نقضتها، وتقول هل يجوز أن أدفع 20 كيلو من الأرز للفقراء، لعشرة فقراء، وبالتالي تبرأ الذمة في ذلك؟ يعني هو في الواقع معلوم بأن الكفارة إطعام 10 مساكين. جميل. إطعام 10 مساكين، المسكين مقدار ما يطعم كيلو ونصف. كيلو ونصف. كيلو ونصف. أرز، بر، تمر، أي نوع من أنواع مما هو من قوت، من غالب قوت البلد. لا بأس بذلك. كونها أطعمت 10 مساكين، كل مسكين كيلو، وين بمعنى أنها أطعمت 20 مسكين، كثر خيرها، الحمد لله أخرجت أكثر مما يجب عليها. بس يجب أن يكون كل مسكين يناله كيلو ونصف من الأرز. لا، كيلو ونصف أو يعني من كيلو ونصف فأكثر. ينبغي أن لا يقل عن كيلو ونصف، يعني لا يجوز التفاوت، مثلا مسكين كيلو ومسكين آخر 3 كيلو. لا، ما يصح. ينبغي أن يكون يعني ما تكون مثلا مثل زكاة الفطر. زكاة الفطر ممكن تأخذها وتوزعها، زكاة فطرك 3 كيس وزعها على 10 مساكين. أي نعم. ممكن جميل. فكل مسكين يمكن ما يناله إلا نص كيلو أو نعم. شيء من هذا نعم. لكن أما هذه فإطعام 10 مساكين، وإطعام 10 مساكين كل مسكين لا يقل عما يطعم عن كيلو نص. نعم. فعلى كل حال فأكثر. يكون مطبوخ شيخنا الكريم؟ لا، ما هو بلازم أن يكون مطبوخ. طيب. انطبخه وصار وجبة فالحمد لله، وإن كان يعني حب يابس ونحو ذلك فلا بأس. نعم. لكن ينبغي أن لا يقل عن كيلو ونصف. عمال النظافة شيخنا الكريم، هل يجوز الدفع لهم؟ والله عمال النظافة فقراء لا شك في ذلك، لكننا بس نتأكد هل هم مسلمين أو لا. يشترط. فإن كانوا مسلمين فالحمد لله أطعم فقراء، لأنهم ما جوا مساكين ورضي واحدهم 500 ريال أو شيء من هذا، وهو على كل حال يعني يزاول هالعمل الذي معه. على كل حال ما في شك أنهم فقراء ومستحقين. نعم. لكن بشرط أن يكونوا مسلمين. نعم. أحسن لكم شيخ الكريم، ربما يعني الأخ عبد العزيز من أبو رقمان عفوا من السعودية يسأل عن هذه القضية التي كان بين العلماء فيها حديث طويل، ما يتعلق بجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر بالنسبة للمسافر. هذه محل خلاف بين العلماء. نعم. الذي عليه الفتوى وعليه العمل في عليكم بلادنا هو على كل حال ما عليه المذهب الحنبلي. نعم. على أساس أنه لا يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. لماذا لا يجوز؟ نفس الآن المذهب يعلل هذا بأن يعلل هذا بأن نفس ما يتعلق بالجمع نفسه، فالجمع نفسه على أساس إن الظهر، إن الجمعة ليست ظهرا وإنما هي في الواقع
يعني صلاة منفصلة ليس الظهر، والظهر ما تجمع إلا مع العصر. فعلى كل حال فهذه وجهة نظر القائلين بذلك، ولكن هناك مجموعة من المحققين من علماء السعودية كذلك، من على كل حال من يعني أفاضل علماءنا، وكانوا يقولون بجواز أن تجمع الجمعة مع أو أن تجمع العصر مع صلاة الجمعة، لكن الذي يريد الاحتياط والبعد عن الخلاف فيمكن أن يصلي الجمعة صلاة مستقلة ويصلي العصر في وقتها كذلك صلاة مستقلة، ويسلم من أن يكون تحت هذا الخلاف. نعم الله يحسنكم ومعالي شيخنا. البعض شيخنا الكريم لديه لبس من المسلمين خصوصا الذين يسافرون، قد يكون مثلا مجموعة ثلاثة أربعة لا تنعقد بهم صلاة الجمعة، ويسافرون مثلا من مكان إلى أو يذهبون إلى نزهة أو مكان آخر فيصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة، هل يجوز أن يجمعوا معها العصر؟ أولا لا يجوز أن يصلوا الجمعة وهم مسافرين، لأن من شروط الجمعة الاستيطان، يعني أن يكونوا مستوطنين ببلد يشمله اسم واحد، بلد يشتمل على مباني يشملها اسم واحد كالرياض كالخرج كعلى كل حال أي بلد من البلدان، فعلى كل حال هذه الناحية. الناحية الثانية هم بنفسهم طالما أنهم الآن يعني عندهم رخصة السفر وأنهم مسافرون فلهم الحق أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وأن يكون كذا وأن تكون صلاتهم صلاة مقصورة، بمعنى أن تكون الظهر ركعتين والعصر ركعتين ولا يصلونها جمعة ولا تصح منهم جمعة. نعم الله يرسل لكم شيخنا. لكن يعني لا بد أن نعرف، أنا قلت لا تصح، ليس معنى هذا أنهم لو وجدوا مسجد يصلي الجمعة وصلوا معهم ما تصح، بل تصح، لكن كونهم هم يستقلون وهم مسافرون يستقلون بالجمعة لا تصح منهم. هو كم العدد شيخنا الكريم التي تنعقد به الجمعة؟ والله محل خلاف، المشهور أنهم أربعون، ولكن على كل حال قيل أنهم 12 وقيل أنهم 3 وقيل أنهم أقل من ذلك أو أكثر، فعلى كل حال محل خلاف. نعم. يسأل أحسن الله عليكم شيخنا الكريم بالنسبة لرمي الجمار في الحج خصوصا في أيام التشريق قبل الزوال، هل هذا العمل يجوز؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله، الذي عليه الجمهور على أساس أنه يجب الالتزام بالوقت، يعني أن رمي الجمار بعد الزوال. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة يقولون كنا نتحين الزوال فنرمي الجمار، نتحين إذا منها زالت الشمس بعد ذلك حل وقت الرمي. نعم شيخنا الكريم، الأخ عبد العزيز في سؤاله يقول هل يجوز أن يطلق على المسجد اسم الحجاج بن يوسف الثقفي، ونعرف ربما كتب السير تحدثت عن ظلمه في بعض الجوانب؟ حتى لو كان ظالم فهو في الواقع لا نقول بأنه خرج من ملة الإسلام، بل على كل هو مولاة المسلمين، وكون عنده أخطاء وعنده تجاوزات وعنده مظالم وعنده إلى آخره، هذا كله لا يخرجه عن ملة الإسلام. وكون أنه يعني وهو معلوم كذلك بأن له أعمال مجيدة فيما يتعلق بخدمة كتاب الله، معلوم هذا وهو حافظ لكتاب الله، وعلى كل حال خدم كتاب الله بعض على كل خدمات لها في الواقع على كل حال يعني تقديرها، وهذا لا يعني بأنه ليس ظالم، بل على كل حال التاريخ ذكر عنه الظلم وذكر عنه كذلك يعني الأشياء التي يحمد بها عليها، فعلى كل حال يعني حينما يعني يسمى مسجد الحجاج
هذا لا نقول بأنه سمي باسم كافر أو باسم داء. فعلى كل حال إن شاء الله نرجو أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. وفي نفس الأمر على كل حال لو سمي باسمه فهو في الواقع كان منه الشيء الكثير فيما يتعلق بخدمة الإسلام والمسلمين، وكان منه المظالم الكثيرة، ولكن نرجو الله أن الله يتجاوز عنه. نعم. الله يحسن لكم شيخنا الكريم. الأخ عبد العزيز أيضا في سؤال الثاني يقول: من عزم على طلاق زوجته ولكن لم يتلفظ بلفظ الطلاق فهل يقع؟ لا يقع إذا لم يتلفظ، فلا يقع منه طلاق، فلا يقع من الطلاق. الطلاق لا بد أن يصدر إما بلسانه وإما بقلمه وإما بإشارة إذا كان يعني أخرس أو نحو ذلك. وعلى كل حال ويحكم الإشارة وتعرف إشارته حقيقة، فكذلك يقع الطلاق. أما أن يكون في نفسه شيء يعني يتلجلج في خاطره الطلاق، فهل يعتبر هذا طلاق؟ لا يعتبر طلاق. نعم. أحسن لكم. محمد من تونس شيخنا الكريم تسأل عن حكم المس على الجوربين، خصوصا نحن نعيش الآن في بداية فصل الشتاء، تقول كم مدته بالنسبة للمقيم وكذلك المسافر؟ المقيم يوم وليلة من بدء أول ما هو معروف بأن الجوارب تلبس على طهارة، يعني تغسل الرجل بالماء، تغسل على طهارة، يكون ليست الرجل فقط مينة، بل يتوضأ وضوءا كاملا كوضوءه للصلاة. صحيح. ثم بعد ذلك يلبس جواربه. وفي نفس الأمر له يوم وليلة، لكن متى يوم وليلة؟ ليس من لبسه، وإنما من مسحه على جواربه وهو يتوضأ لصلاة ونحو ذلك. يعني شيخ الكريم مثلا الآن هو توضأ وضوءا كاملا وغسل أكرمك الله قدمه بالماء، ثم بعد ذلك لبس الجوارب، هذا عند اللبس، لبس الجوارب، هذا عند اللبس، لبس الجوارب ومثلا ومسح أول مسحة العصر، يعني كان على طهارة حتى وقت العصر، فمسح أول مسحة العصر، يبدأ الحساب من العصر؟ يبدأ الحساب من أول مسحة. اي نعم، من العصر. أول مسحة يوم وليلة يبدأ. يعني يبدأ العصر ثم بعد ذلك متى تنتهي المدة؟ ثم بعد ذلك يأتي إلى نهاية يعني إذا انتهى العصر نفسه. إن كان لو على كل حال يعني صار ينتهي العصر، ينتهي وقت صلاة العصر، لكن وقت صلاة العصر وهو وقت النهاية، لكن ليست نهاية على اعتبار أن مسحه غير صحيح، بل هو على كل حال مسح نفس يمسح، لكنه أراد كذلك صلاة العصر أن يتوضأ ويمسح. فإذا الآن أراد قال والله أنا على وضوء ولكن مسحي يوم وليلة من بدء المسح ينتهي العصر، فنقول يا أخي إذا كنت على وضوء أنت الآن جاء وقت العصر وهو نهايك، لكن نهايك وأنت منتقض وضوءك، فهذه نهاية مسحك. أما لو كان وضوءك لو كنت على طهارة من الظهر، جاء من الظهر إلى صلاة العصر ويمكن أن تصلي العصر على طهارة، فإذا ما نقول بأن طهارك انتقضت لأن المسح انتهى، طالما أنك على طهارة فتبقى على طهارك حتى تنتقض، ثم بعد ذلك تتوضأ وتمسح. نعم. وطالما أنك على طهارة فأنت إلى الآن ما بعد انتهى مسحك طالما أن الطهارة قائمة معك. نعم. أحسن لكم شيخنا الكريم. تسأل كذلك سؤال ربما أنه حديث لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وتسأل عن حكم المداومة عن 4 ركعات قبل صلاة العصر بالنسبة للمرأة. الله على كلها بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. نعم. الله سبحانه وتعالى يعني نفس المرأة والرجل
كلهم مكلفون، وكل مكلف له على كل حال حسابه فيما يتعلق بخيره، فيما يتعلق بعدم ذلك، فيما يتعلق بأي شيء، إلا ما استثنيت المرأة في خصائصها أو استثني الرجل بخصائصه، خصائص يعني خارجة عن الأصل العام. وأما الأصل العام فالمجموعة كلهم جميع ما يتعلق على كل حال الذكور والإناث كلهم متساوون فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، إلا ما اختص كل فريق منهم بما خصه الله سبحانه وتعالى به. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. تسأل في سؤاله الأخير وهو ربما أنه متعلق بما يتعلق بالمس على الجوارب، أحسن الله عليكم، تقول لو أصيب الجورب والمسلم قد لبسه على طهارة ببلل من مطر أو ما، فهل يؤثر ذلك على صحة الوضوء؟ لا، كأنها تقول مثلا يعني بأفسخه وأبدله بغيره، أو أنني أبى غسله أو نحو ذلك ثم أعيده. فعلى كل حال في فتوى لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على أنه يرى أن فسخ الشراب وهو على طهارة، الشراب الذي هو الجورب وعلى طهارة، فهذا لا يؤثر، وليس خلع الجورب من نواقض المسح، لكنه طبعا يكون تابع للجورب القديم فيما يتعلق بمدة المسح. اي نعم، فعلا يستمر على لو لم يبقى الا مسح واحد خلاص ما يقال والله يستمر، لأنه فسخ وأعاد لبسه مرة ثانية فيعيد مدة المسح. لا نعم أحسن لكم شيخ، يكمل. نعم، في هناك آية وردت في كتاب الله الكريم تسأل عنها أمة الله من مصر، أو لامستم النساء، ما المقصود بلامستم النساء في هذه الآية؟ بمعنى لامستم النساء هو مجامعة، المجامعة أو لامستم النساء، لأن كلمة أو لامستم النساء هذا يتعلق بالاغتسال، يعني نتيجة ملامسة النساء هو ملامسة النساء هو الجماع. فعلى كل حال فلا بد يعني معنى هذا أن من لامس زوجته فيعتبر جنب، ويتعين عليه أن يغتسل لرفع الحدث الأكبر. أحسن لكم. محمد من السعودية يقول أن والده لم يورث مالا وأوصى بأن تذبح ذبيحة في شهر رمضان المبارك وأن يساهم فيها الأبناء، فهل تعتبر هذه الوصية واجبة على الأبناء بإنفاذها؟ أحسن الله عليكم. والله على كل حال ما يظهر أنها واجبة عليهم، لكنها في الواقع تعتبر في حكم الواجبة من حيث اللزوم، لزوم هذول أولاده، وينبغي أن يعنوا بوصية أبيهم العناية التامة، لكن لو على كل حال اتجه اللزوم على واحد منهم ثم تركه، فهل على كل حال يعني يؤجر على هذا أو لا؟ بمعنى أن من ترك واجبا فعليه إثم، في هذا الشيء، ما يظهر أن عليه إثم في هذا، لكنه في الواقع يعتبر شبه عاق فيما يتعلق بحق أبيه عليه. نعم أحسن لكم شيخ. ومن عق أباه أو أمه أو نحو ذلك فهو على كل حال ما في شك أنه يعتبر في الواقع على كل حال يعني عمل عملا سيئا جدا، ويعتبر يعني ولد عاق وغير على كل حال يعني متجه الاتجاه الصحيح مع والديه، ولكن القول بأن عليه إثم وعليه كذا فعلى كل حال يعني يحتاج هذا إلى، لأن في الواقع هو صحيح أن الله سبحانه وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالد إحسانا، فالله أمرنا بالعناية بالوالدين وببرهما وصلتهما وبذل كل ما من شأنه أن يكون مما هو حق للوالدين، ولكن على كل حال القول بأنه يعاقب كما يعاقب في اقترافه المعاصي كزنا وسرقة وكذا وكذا، هذه الأمور وهذه الموبقات، فعلى كل حال
ما يفعل بهذا، لكننا نقول بأنه في منتهى الإجرام الأخلاقي. نعم، الله يسلمكم شيخ الكريم. بقي له سؤال لكن معنا اتصال مع الشيخ، نستأذنكم. من الأخت أم محمد من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي، بس لو تغلقين التلفاز وتسمعينا من الهاتف مباشرة. طيب تفضل يا أختي. نعم تفضلي. لو سمحت عندي سؤالين. الأول. نمشي ساعات صلاة الجمعة. نخلط على الإمام وهو يخطب. نصلي ركعتين في المسجد ولا شلون نعمل؟ يعني أنتم دخلتم إلى الجامع والإمام يخطب. اي نعم، فهل تجلس مباشر ام تؤد سنه تحيه المسجد؟ طيب السؤال الثاني. سؤالي الثاني، هنا عندها معناها بنوك ربويه، عندها بعض البنوك يعني اسلاميه، هنا بحثت يعني راتبي في بنك واحد ريبيت. نعم. الفائض هذاك انا كيف ناخذه ما نستعملوش، نوسعه ونعطيه هيبه للفقراء والكل. طيب. نحب نعرف ما نكونش يعني خلص يعني طيب. نعطيه هيبه، فمش حاجه اخرى نجم يعني نحطهم في يعني ما نعرفش في بناء في ما يعني هكا في طيب. هي تعمل في البنك؟ لا يا شيخ. نعم أنت أبشر. لكن أختي محمد أنت لا تعملين في البنك صح؟ أنت تعملين في مكان آخر، لكن راتبك يأتي على البنك. أنا أعمل أيوة. واضح. لكن هل تستطيعين أن تنقل الراتب إلى بنك آخر غير ربوي؟ لا أستطيع. البنك هذا يخدم منه قرض للمنزل يعني. 25 سنة كذا يعني عقد. اي نعم، لكن هذا التمويل التمويل هذا اسلامي اللي اخذتيه من البنك؟ هل هو تمويل اسلامي؟ من زمان يعني من بعد صار في بنوك اسلاميه. طيب. اما بالاول كان ما عندنا. طيب تسمعني ان شاء الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم زد وبارك، شكرا جزيلا. ابو يوسف من اليمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السؤال الأول. السؤال الأول يا أخي، مثلا الإنسان إذا دعا في صلاة فريضة بعدما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمد المرتين ثم يدعو لنفسه بالشفاء، هل يجوز ذلك؟ يدعو لنفسه بالشفاء؟ نعم، في صلاة الفريضة فالسجود. أي نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا أخي، إذا دعا واحد في صلاة الليل مثلا يدعي يدخل في الدعاء مباشرة أو يصلي على رسول الله ثم يثني الله سبحانه وتعالى. طيب. أو يدخل في الدعاء مباشرة. طيب شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. شكرا جميع المتصلين، أننا نكتفي بهذه الاتصالات المباركة من مستمعينا الكرام، لهم كل التقدير والاحترام، وبإذن الله عز وجل يجدوا الجواب من شيخنا الكريم. شيخنا الأخ محمد من السعودية، هو موقف رأيته اليوم في صلاة الجمعة، وكان يعني لدي استشكال فقهي في شيخنا، يعني رأيت أحد المصلين مع زميله الآخر الذي بجانبه قاموا بعد صلاة الجمعة بالمبادرة في الأماكن، كل واحد جلس في مكان آخر وصلوا السنة، فهل لها أصل في الشرع؟ صلى الله عليكم. وعلى كل حال هذه مسألة الحقيقة محل نظر بين طلبة العلم وكذا. بعض طلبة العلم يعني يتحدثون ويقولون بأن الانتقال من محل الفريضة إلى محل يقضي فيها السنة إن هذا من المستحبات، وبعضهم يقول إن هذا خاص بالإمام فقط، فالإمام الغرض من انتقاله لصلاة السنة، الغرض من ذلك هو ألا يوهم من يدخل المسجد يظن أن الإمام وهو يصلي أنهم لا يزالون يصلون الفرض، فهذا يعني لإبعاد الشك. وأما المأموم فلا يحتاج إلى مثل هذا الشيء. وعلى كل حال يعني وبعض أهل العلم يعلل هذا ويقول الغرض من ذلك لتشهد له البقع المتعددة
على كل حال صلاته وتعظيمه رب العالمين في أرض الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمأمومين شيخنا هل يجوز هذا الفعل أو هل هو مشروع أو ولهذا أنا قلت الآن على أساس أن هناك من يقول بأن الغرض من ذلك هو تعدد بقع الركوع والسجود وبعض أهل العلم يقول لا هذا خاص بالإمام فقط. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أم محمد من تونس تقول أنها تذهب مع مجموعة من النساء لشهود هذه الصلاة المباركة الجمعة وأنهم يدخلون والإمام يخطب، فهل الأولى الجلوس والاستماع لخطبة الإمام أم أداء تحية المسجد؟ لا ينبغي أن لا تجلس حتى تصلي ركعتين خفيفتين. جميل. رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى أحد أصحابه دخل المسجد وجلس فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يؤدي ركعتين خفيفتين. نعم. شيخ الكريم تقول قبل أن يجلس. نعم. الله يسلمكم شيخنا. شيخنا في سؤالها الثاني تقول أن راتبها مرتبط بأحد البنوك الذي يتعامل بالربا، وأن هذا الارتباط بسبب أخذها تمويلا لبناء منزل من سنوات، وأنه لا تدري عن حكم هذا التمويل. سؤالها شيخ الكريم، بقى هذا المرتب في حسابها في البنك يولد الفوائد الربوية، فتقول هذه الفائدة هل نضعها مثلا في بناء المساجد أم كيف نتخلص فائدة منها؟ الآن هذه الفائدة التي تقولها هي تؤخذ منها، ليس البنك يأخذ الفائدة منها، هي لا تستطيع الفائدة اللي تأخذ منها لا تستطيع أنها تعيدها مرة ثانية عشان أنها تجعلها عند يعني لفقراء ونحو ذلك، وبناء على هذا فهي لا تستطيع. الفائدة الربوية تؤخذ منها ولا تعطى إياها. واضح فهم شلون؟ نعم. لكن هي هي أخذت تمويل لبناء المسكن أو لشراء المسكن الذي فهو الآن، فالبنك دائن لها وهي مدينة له، وهذا الدين يقسط عليها من البنك نفسه. صحيح. وبناء على هذا فالذين نتصور بأنها هي الذي الآن تعطي البنك الفائدة ولا تستطيع أنها تمتلك. صحيح. هذا أحسن الله لك شيخ الكريم. سؤال الحاقي مني إليها بسبب عدم استطاعتها تغيير هذا المرتب إلى بنك غير ربوي، لكنها تسأل تقول أن بقاء هذا المرتب هي ما تستطيع أنها تغيره لأن مرتبطة. هذا أشبه ما يكون برهن. نعم. طيب مرهون في حق البنك نفسه. صحيح. البنك الآن دائن لها وهي مدينة للبنك. صحيح. وبناء على هذا فالبنك أخذ رهن راتبها. جميل. فراتبها ينزل على البنك ويخصم منه القسط الذي له شهريا ويعطيها الباقي. نعم. في مثال لك شيخ الكريم، لو كان يعني في حالة أخرى، لو كان هناك فوائد تولد من هذه الرواتب بقاء هذه الأموال، فكيف يتخلص منها الشخص؟ الله الذي الآن يأتي فوائد من بنوك يعني ممكن أن يقال بأن الإنسان وهو يودع هذه الأموال عند بنك الربوي ولا يستطيع أن ينتقل ولا يجد بنك في بلده مثلا، يعني نفترض مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في كذا، في هذا لا يستطيع أن يجد. فالطريقة في هذا الشيء هو أن في الواقع على كل حال كونه يودع أمواله في هذا البنك ممكن البنك يعطيه فوائد ربوية يعطيه إياها، فالفتاوى الصادرة من مجموعة من العلماء يقولون حينما تضطر أيها المسلم للإيداع في بنك، إيداع أموالك في بنك خشية أنها تضيع عليك ولا كذا وأنت تستفيد منها، فهذا المبلغ الذي يعطونك عليه قد يعطونك عليه فائدة، هذه الفائدة اقبلها
خذها منهم لكن لا تضيفها إلى مالك، وإنما تصدق بها في أي جهة من جهات البر والخير، أما لفقراء، لمساكين، علاج فقير، كذا إلى آخره. بناء المساجد يجوز بناء المساجد من خلال هذه الفوائد؟ والله على كل حال مجموعة من أهل العلم قالوا بجواز بناء المساجد. لماذا؟ ما يقولون هذا حرام، وإنما الحرمة في اكتسابه، وأما النقود فهي بحرام من حيث. ولهذا النقود إما أن تكون يعني ما هو النقود نقود الحرام، إما أن يكون الحرام حراما لذاته مثل الخمر والخنزير والمخدرات ونحو ذلك من الأمور المحرمة لذاتها، وإما أن يكون وإما أن تكون الحرمة تتعلق بسبب اكتسابه، سبب الاكتساب. النقود ما فيها شيء، ما فيها حرمة، لكن السبب الاكتساب ولا فيها محرم. ولكن سبب اكتسابها النقود جاءت عن طريق الحرام. فإذا على كل حال هنا الذي ينظر هذه النظرة يقول لا بأس إني آخذ النقود أو الأموال الربوية آخذها، ولكن أبني مسجد ولا مدارس ولا مستشفيات ولا أي عمل خيري أو كذا. فعلى كل حال وهو ينظر من حيث هذه النظرة على أساس إن النقود ليست حراما بذاتها، وإنما هي حرام بسبب اكتسابها. نعم، لدينا شيخنا الكريم أقل من دقيقة، أحسن لكم لو أسرعنا بالإجابة. يقول أبو يوسف من اليمن أنه في صلاة الفريضة إذا في سجود إذا قال سبحان ربي الأعلى وبحمده أنه يدعو لنفسه بالشفاء، هل يجوز ذلك؟ الحمد لله، والله يجوز الحمد لله. أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. نعم، في صلاة هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صلاة الليل شيخنا الكريم يقول أنه يدعو مباشرة، هل الأفضل أنه يثني على الله عز وجل ويصلي على رسول الله ثم يدعو؟ والله إذا بدأ دعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب قبول الدعاء، وإن دعا مباشرة فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذا آخر عهدنا بإخواننا المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن استمع القول فأخذ بأحسنه، إنه ولي ذلك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا ودعاء عاطر لضيفنا الكريم الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. الشكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن الصوت وكريم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا.